السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع المدرب محمد. ونستقبل المشوار اللي احنا بدينه في العلاقات الأسرية والمقاومة اللي بتبدأ بين الطرفين. واحنا قلنا في أول في السنين الأولى اللي هي رسم الخطوط أو رسم الحدود، وين ممكن الواحد يتعدى الحدود وين ممكن ما يتعداها، والأفضل ما يتعداها دائما. اللي بدي احكي عنه اليوم اللي هو في حال ضعف احد الطرفين في هذا الاشي. هلأ ضعف فرض الحدود، يعني الضعف بكون ممكن يجي من انه هو مش قادر، خوف انه يرسم الحدود. ليش؟ لانه ممكن يحب او ممكن خايف يخسر العلاقة، هاي منطقة صارت بالنسبة له آمنة، أو إنه المؤخر الصداق كتير عليه مش قادر، ما بيقدر يدفع إذا في حال قرر الانفصال. فهاي الأمور كلياتها بتلعب دور لأنه الواحد يضعف أمام الآخر وما يعودش يحكي في أي إشي. فبالتالي الطرف اللي فرض السيطرة إذا كان فرضها بطريقة سليمة عفى عليه ماشي الحال، بس كان إذا فرضها بطريقة سيطرة بالقوة وأصبح المقابل له ضعيف، ضعف شديد إنه لا يقدر أن يواجه ولا بأي مواجهة، هون إحنا بندخل في علاقة اسمها علاقة غير نموذجية، علاقة سيئة للغاية، نتيجتها لا تحمد عقباها لا للزوجين ولا إذا إجا في المستقبل أطفال أو عندهم أطفال. لأنه في الدراسات النفسية بتقول إنه أي ضعف يوما ما ينقلب إلى قوة من داخل الإنسان، لأنه يصبح غليان داخلي بيوصل لدرجة الانفجار، ولما يوصل لدرجة الانفجار هون معناته انتهت العلاقة كليا. وهاي في الدراسات النفسية اللي هن يسموها في الامريكان نايس جاي سيندروم، هذا وباء او اشي يعني بخلي الانسان في توتر دائم في حياته، ممكن ينجح بشغله بس يجي على البيت توتر. هذا التوتر شو بيصير؟ كأنه طنجرة ضغط الواحد عم بيعبي فيها. هون بينتقل من المقاومة، مقاومة هاي الأمور، لمرحلة الاستياء. يعني يصبح الإنسان يستاء من وجوده في نفس المكان مع الشخص الآخر، بحاول يصير يبدأ الابتعاد نوعا ما. يعني أنا أول إشي مقاوم للشغلات اللي عم بتصير، صار عندي ضعف مش قادر أواجه، ببدأ إيش أنسحب إلى الخلف شوي شوي. هذا الانسحاب الخفيف، هذا الاستياء، بصفي عندك إيش أي شغلة بيعملها الطرف الآخر، إما بتصير تنتقده انتقاد لاذع من ورا لورا أو انتقاد حاد مواجه، لأنه أنت عم بتقاوم وما بدك هذا الإشي، بس إيش بدأت في مرحلة تاني، صرت من وراء، صار في عندك انتقاد. هلأ هذا الانتقاد بما أنه في سيطرة من هون هيواجه بقوة برضو، هون حتبدأ إيش العلاقة في بتدخل في مرحلة اللي بسموها التنافر المبدئي. هون بنبدأ إيش كل يوم والتاني في عنا إيش مخانقة، كل يومين والتالت مخانقة، ضروري عند أهلك، بديش أروح عند أهلك، بدك تروح عند أهلي، ما فيش، بيجي عنا حدا، بنصير الانتقاد أمام الآخرين. ليش؟ لأنه في عندي استياء من أي إشي بيصير. يعني عمل شغلة دغري يعني ما بنطر أشوف شو قصده، ممكن يكون قصده سليم، ممكن قدام الناس عم بحبك فعلا او انت عم بتحبيه فعلا، ولكن انت بمجرد انه صار في عندك
او عندك انت موقف من هذا الشخص، بدأت ايش؟ بمرحلة الاستياء، وهي بتبدأ داخليا، بتصير انت ايش؟ تدخل جوا، وانت بتطلع في حال صار مشكلة وتجرأت بهداك اليوم، بتلاقي بتطلع كل اشي وبتبلش تجيب من الماضي، انت عملت هيك وانت عملت هيك وانت عملت هيك بالفترة هديك، بتتذكر لما صار هيك. هون لما صير اجيب من ورا، لانه ما حليت المشاكل القديمة، انا ما انحلت، ما صار فيها بالانس، توازن بيني وبينه، ها، فبالتالي ايش صار؟ في استياء. هون هاي المرحلة، الاستياء مرحلة صعبة جدا، ومرحلة ممكن تطلع لمراحل اخرى اللي حكينا عنها، الرفض للاخر. الاستياء بيوصل للرفض، لانه انا صرت كل شغلة بيعملها انتقدها، كل شغلة بتصير انتقدها، اللبس بنتقده، الهاي بقبلهاش. هاي مرحلة تنافر، بدء التنافر وبدء العصيان، خليني اسميه عصيان، من الطرف الضعيف. الطرف القوي مش فرقاني معه، عم بتصير الامور زي ما بده، بس هون بتبدأ مرحلة العصيان اللي بتأدي لايش؟ للرفض. وان شاء الله بنتمنى يكون فاتكم هذا المحتوى، وقدرتوا توقفوا عند هذا الحد وترجعوا تتفقوا من اول وجديد. هاي مرحلة يجب انه يقعدوا الطرفين ويبدأوا بالحوار من اول وجديد، لانه مرحلة الرفض مرحلة صعبة جدا، وبتشوفوها ان شاء الله بالحلقة القادمة. ويعطيكم الف عافية، وشاركوا هذا المحتوى حتى الناس تستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.